الذي احد الفلسطينيين الذين تهجروا من ارضهم من مدينه اللد. ونريد ان في هذه المقابله ان نعرف الاسئله ونعرف وان ننبش الذاكره لهذا الانسان الفلسطيني الذي تالم كثيرا من طوله الهجرات والمنافي التي قضاها لاكثر من 60 عاما. نرحب فيك. اهلين ابو حسن. اهلا بكم الجميع. اهلا بكم الجميع. وانا فلسطيني من مدينه اللد، اسمي موسى فارس حسين ابو نامي، مواليد 1931. والحمد لله رب العالمين ان انا من مدينه اللد، لان مدينه اللد كانت احسن مدينه في فلسطين. هي كانت يعني الاولى في الدفاع عن الوطن، هذه ناحيه. والناحيه الثانيه انه كانوا مدافعين على القرى اللي حوالين اللد، فعشان هيك يعني كانت عندهم قوه وكانت عندهم يعني اسلحه، ومن كمان من جمله الاسلحه كانت مدافع ميدان، هذه خدوها من المحطه تاعت اللد، كانت في القطارات، وكانوا يضربوا في المدافع هذا على ملبس من اللد يعني. فكانت النتيجه انه يعني في عندنا كمان يعني الحمد لله رب العالمين شباب مناضلين يعني يستعدوا لكل منطقه يروحوا عليها في القرى، من جميع القرى اللي حوالين اللد. واخوي كان من جماعه اللي كانوا يدافعوا عن اللد، اسمه يوسف، كان عمره 22 سنه، واستشهد في المعركه اللي دخلوا فيها اليهود عندنا. فكانت النتيجه احنا قبل الهجره يعني كانوا يعني يحاولوا يمدوا كهرباء على البلد عندنا اللي هم اسرائيل، يعني كانوا بدهم يمدوا كهرباء على اللد. فاحنا رفضنا، رئيس البلديه قال لهم احنا ما بنتعامل معكم، لانه هذول جماعه يعني مناش فيهم. بعدين احنا الشيء الوحيد كمان ما في حدا غريب عن بلد اللد، كلهم عائلات، كلهم شخصيه واحده ويد واحده وكلمتهم يعني هي الوحيده. وبعدين الناحيه الثانيه كانوا جماعة مزارعين وعندهم الكفاءة الكاملة يعني من مزارعين، كانوا يعني عندهم القوة وكل شيء تمام على ما يرام. فكانت النتيجة لما إحنا دخلوا عندنا اليهود في 48، إحنا كنا يعني في الأول يعني دائما يهجموا على المطار تاع اللد، وهذا مطار اللد كان دولي، وكمان مدينة اللد في عندها محطة سكة حديد كانت دولية برضو. فاللي صار انه يروحوا يهجموا على المطار برضه نصدهم. فكانت النتيجه انه يعني ما قدروش يدخلوها يعني وجها لوجه. يعني المطار والسكه الحديد كانوا بايدين الفلسطينيين. بايدين الفلسطينيين طبعا. وبإدارة الانجليز. ما هو الانجليز خلص طلع. فلذلك احنا يعني كانت النتيجه انه اللي الوضع اللي احنا فيه يعني ما يعني منيح كثير وقوتنا ماشي الحال. لما طولت الحكايه في هذا المجال قبل الهجره، هذا الذخيره عندنا نفذت يعني زي ما تقول، ففيش عندنا مصنع للذخيره يعني، عندنا اسلحه بس الذخيره نفذت. راح رئيس البلديه يجيب اسلحه من برا، فكانت النتيجه يعني تاخر هو يعني على هذا الشيء. تتذكر رئيس البلديه اللي هو ابراهيم الكياني وجارنا كان في اللد كمان ابراهيم الكيالي، اذا هو كان رئيس بلديه اللد انذاك. هو بيقولوا له كمان دار الناجي، يعني له اسمين يعني الناجي واللي هو الكيالي. منين راح يطلب المعونه؟ من برا. فكانت النتيجه يعني تاخر هناك، فكانت اللي هم اليهود في جنبنا كانت بيت شيمن اسمها منطقه يعني جنب اللد. سمعوا المكالمات مع رئيس البلدية إنه خلصت الذخيرة بدنا إحنا نجي. قالوا له إحنا هالأتج رح نجيك من الطرف الشرقي ونجيب لك الذخيرة، يعني اللي هم اللي اليهود. لا مش اليهود، هم سمعوا الكلام هذا. فكانت النتيجة إنه يعني إحنا كنا نستقبل هذا الإشي عشان الإشي هذا نافع لنا يعني. فاليهود ركبوا ثلاث مصفحات ولبسوا حطات وعقل على اساس انهم اردنيين. اها. ف
لما اجوا عند البوابه كانت عند بوابه بس هو الممر الوحيد للد يعني اللي من عند اليهود. فكانت النتيجه انه هذول الجماعه لما اجوا لابسين حطات عقل ويحكوا عربي ويهللوا زي الاردنيين، احنا شو قالوا عنهم؟ جايين يفزعوا. فكانت خشوا